ترى يا جماعه الخير انا الوحيد البردان في الشباب دي. والله العظيم ما انت بالوحيد، والله اني انا والله انه برد من العيش والله يا الربع، والله العظيم انا والله اني برد صح ولا والله انه جمده. لا والله اني مستمتع ولا والله انا اشوف الجو جميل يا اخي، انت جاي من مستمتع صحيح جاي من ابها ما شاء الله، يعني البرد الرياض اشد من ابها. لا والله ما بشوف اشد. اسلم يا صالح. اسلم يا صالح. السالفه هذه الدفات والله يا ابو محمد واخواني والسامعين، في يوم من الايام يا اخي كنت اتمشى عصريه، انا يسموني اخويا اللي ابو عركه، اني لازم اني ادوج ولا اشتغل، عندي لمبه خربانه اصلحها، عندي سيارتي خربانه اصلحها، عندي شغله انا اشوفها خربانه وبقدر اصلحها اصلحها، لزوم اللي مرتنا على كل شيء، حتى في بيتي، حتى في سيارتي، حتى مع اخويا، اللي عنده مشكله لازم يمر علي قدام ما يروح بها صناعيه ولا يمين ولا يسار. تمشى العصر طال عمرك، وانا في امريكا في فتره من فترات دراستي الشارع. انت امريكا رحت لها عام كم؟ في 2010. طيب درست اللغه، يعني الدبابات جت من امريكا اساسا. شوف فكره الدبابات او حبي او الاستكشاف للدباب وانا في امريكا ماشي في الشارع هذا، شفت كل في بيته دباب وسيكل وزورق وحق الثلج وكره سله وكره طائره وكره مضرب، كل واحد كل شيء عنده موجود. قلت انا الحين البيت ذا لو بعد المواهب ذي اللي في الجراج او المهارات المهارات ذي اللي في الجراج، بطلع من البيت هذا 8 إلى 9 رجال، مع العلم ان البيت ما فيه الا رجال رجالين. فقلت يعني هذه كلها يجربها اكيد هذه يحبها. والبيت الثاني مثل اللي عنده زورق واللي عنده دباب ابو اربعه، قلت انا وش احب؟ سالت نفسي مع العلم اني ما كنت ادري وش هوايتي في البدايه. اعرف اسبح، اعرف اركب خيل، اعرف اركب مطيه، اعرف اسابق، اعرف اسادح، دباب ما ادري شو. قلت يا ولد دباب اول شيء عرفت عن الدبابات انه يرفع عندك هرمون السعاده. هو فعلا؟ الادرينالين هذا عندك مو يخليه يطلع مع ذنيك. صحيح والله. خلي الادرينالين عندك يقول لا ولا ولا مبسوط. بس ناس وناس اول شيء دريته؟ لا يمكن اركبها. شوف ناس وناس اي شيء. لا لا الجميع الجميع حتى انت وانت ما انت هاويها اي شيء فيه اثاره في جسم ابن ادم، اي شيء فيه اثاره أيوة. او في مغامره الادرينالين عندك ينبسط. ايوه هو يزيد الادرينالين، بس في ادرينالين بيزيد من الخوف، فايت ان فلايت اسمه. لا لا في الادرينالين اللي هو ما يعرف، في معلومه ما يعرف عني وريه. لا معلومه اللي ترى محمد عباس مثقف. لا ما مثقف، ها هو ما في معلومه ما يعرف يواصل يتحكى لغات. لا ما يتحكى ها شنو دكتور؟ ايوه وريه. اوه محمد عباس طبيب. والله طيب بما انه طبيب. بما انه طبيب انا ما ادري انها طبيب. الادرينالين هذه الاول معلومه انا قريتها انه يرفع عندك هرمون السعاده. قلت انا بجرب. فقريت اول سؤال، اذا بغيت اجرب ركوب الدراجه الناريه وش اسوي؟ كذا سؤال. طيب المهم طال عمرك قال لي لا ابدا بمحرك صغير. المحرك الصغير هذا دباب صغير. دباب صغير. قلت انا اللي هو البطه؟ لا مو البطه اللي فوقها شوي، ال 150 اللي فوق البطه اللي توصيل حق مكه، حق البقاله، حق مكه، حق مكه هذه 150. لا عرفت حق مكه، حق مكه. قلت له خاطري افا صالح مكسر يركبها حق مكه. حق مكه لا والله انا بدورني اكبر منه شوي، طحت في ماكينه مقاس 700 اللي هو اللي اكبر منه شوي يسمونه مقنع، اللي يسمون لا مو يسمونه مقنع الجبلي، اللي اكبر من الجبلي، اكبر من الجبلي شوي احنا نسميه صحراوي. ايوه اللي فوق شوي، اللي فوق الصحراوي شوي. تعلمت هذاك اليوم في السكن، ازعجت السكن، نزل رجولي في الارض ونعطيه واحد واسحب رجولي في الارض، في الارض رجولي في الارض الحين، يعني ما حد علم، ما حد علمني، اسحب رجولي وادور في السكن. كم شريته؟ شريتها ب 1200 دولار يعني تقريبا 5000 ايه 4.5. اول ما جربت طال عمرك اعجبني، قلت انا بخاطري احنا طبعا الغريب دائما او المبتعد بشكل عام لازم انه يمثل نفسه دينه وطنه خير تمثيل. قلت بخاطري ما ينفع اني اخالف هنا، لازم اكون نظامي او لازم اكون اني صح. المهم يا طويل العمر رحت وقدمت على دورة تعليم القيادة، واراد الله ان الرجل اللي دربني في يومين، يومين بس من الساعة 8 الصباح للساعة 5 العصر، هو اللي اعطاني شهادة مدرب. انا الحين ادرب. انت تدرب؟ انا الحين ادرب ومعي شهادة مدرب. يعني لو بغيت تدربني دربتني. ادربك على خشمي والله. والله اني قد طلبتك باخذ فرح. وانا والله اقول لك على خشمي، انت ما طلبت، انت يا ابو محمد لا تقول تعال ولا تقول ابغى، انت قول ذا الحين. اللي تبغاه يا ابو محمد. عاد اذا قفل البث ترى. ثواني ترى معلومه، دقيقه معلومه مهمه قبل يكمل صالح حديثه عن الدبابات. صالح ما كان الاب الروحي للمتسابقين فقط، ترى صالح كان الاب الروحي للمقدمين بعد.
اي والله العظيم ترى اقولها وانا صادق. والله انها شهاده افتخر بها. ايوه الله يرفع قدرك. طيب المهم يا طويل العمر دخلت الدوره اللي مدتها يومين، اخذت الدراجه هذه اللي مكينتها 700 اللي تدربت عليها قبل الدوره هذه يومين، وبعتها وشريت اكبر ماكينه في عالم الدراجات الناريه قوتها 1900 سي سي. 1900 يعني الاكسنت، اذا هي الاكسنت 1500 هذه فوق الاكسنت ب 400 زياده. اه يعني الانترا فوق الانترا 2000 سي سي نفس الانترا. طبعا انا تعلمت اليومين اخذت الرخصه. انا نظامي في دوله ما تعرف من انت او من اين انت او ما هو اسمك او ما هي جانبك، تتعامل معك بالنظام. رخصتي في جيبي، اخذت الدراجه هذه اللي مكينتها 1900 اللي هي هارلي ديفيدسون يعني اللي هي هارلي، لا هذه اسمها ياماها اكبر من هارلي ياماها. ايوه لكن ايش يسمونه اللي يعني اعذرني انا اشوفها كلها هارلي اللي هي تجيها شنطه وتجي هارلي. شوف هارلي من البراندات المشهوره عالميا لقوته التسويقيه وللهستري حقها القديم. مع العلم ان هناك شركات للدراجات الناريه اقدم من هارلي بس قوتها التسويقيه، هذا طبعا باب التسويق انا اتكلم فيه اللي هو دراستي، حملاتها التسويقيه وقوتها التسويقيه ما سوقت لها نفس هارلي. انت الحين عرفت هارلي وانت في بايكري. اي لان انا اشوف اي دباب اشوفه مع شنطه شنطتين وراء وراكب وراء هذا هارلي. هذا اسمه رحال طال عمرك، وهذا اسمه كروز. هذه الفئه الاكبر. اكبر شيء هذه اكبر فئه. هذه تسافرون عليها؟ هذه اسافر عليها، هذه اللي انا سافرت عليها، اللي انا سافرت عليها مع الشنط قيمتها ميكانتها 1900. سافرت 8 ساعات للرجل اللي حضر هنا دخوليتي اللي كان كلها اوسمه. كان اول رجل سعودي في الولايات المتحده الامريكيه وكان موظف هناك. رحب بي بشكل رحب وقال لي يا طويل العمر تعال احتاجك تجيني للديره اللي فيها. كان الرجال في ميامي بالتحديد في فلوريدا. تخيل سفرتي الاولى بين 8 ساعات بين تريلات وسيارات يمينك ويسارك وعلى الهاي واي ومسرع وفي خطر، وتناظر طال عمرك يمينك سيارات ويمينك تريلات وفي نفس الوقت الهدف قدامك لابس سيفتي كامل قدامك الجنه وصلت الرحله. امانه اي والله زين خاطر في نفس الوقت. بعض الدراجين هنا الله يهديهم يركب دراجه بدون سيفتي بدون خوذه. سيفتي وش؟ السيفتي اللي هو الجاكيت والبنطلون وسائل الامان سيفتي. يعني وسائل الامان ايوه. اذا انت اذا بدك تركب دراجه ناريه وما بتهتم بالسيفتي او بالحمايه عليك شوري عليك لا تركب. هذه من الهوايات اللي انا احب ما ودي اطول فيها المجال فيها يكفي. لا 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 ابغى اسمع انا. طيب تفضل يا محمد عباس. لا انا عاوز احرك الجو بعد القصه. تفضل تحرك الجو. ايش رايكم؟ نسوي حاجه حركيه تفاعليه يا مع بعض يا مع الجمهور. انا احس مع الجمهور لان احنا مع الجمهور احنا اليوم مرتبطين بالكادر هذا ما نقدر نخرج منه. اها ركز. اذا في الكادر هنا اي ممكن في الكادر ممكن ما نقدر نخرج. طيب انا ان شاء الله اوعدكم يا جماعه الخير اني بكره اسوي لكم مسابقه